السلام عليكم. عصابة مكونة من 4 أفراد قاموا بخطف وقتل المجنى عليه محمد ناجي كريم الشمري، ومن ثم استدراجه إلى دار أحد أفراد العصابة. تابعوا أحداث هذه الحلقة الجديدة من برنامج الكاشف. جريمة بشعة دارت أحداثها في منطقة شهداء العبيدي، راح نعرف تفاصيلها من خلال لقائنا بأحد ضباط منظومة استخبارات الشرطة الاتحادية. مشاهدينا الكرام، وصلنا وياكم للقاء مع أحد ضباط منظومة استخبارات الشرطة الاتحادية. طبعاً عناصر استخبارات الشرطة الاتحادية مشهودة لهم أعمالهم في إلقاء القبض على الكثير من العصابات المنتمية إلى المجاميع الإرهابية وعصابات الخطف والقتل والتسليم. سيادة الرائد، ممكن تحدثنا عن أفراد العصابة المكونة من 4 أشخاص اللي قاموا بخطف وقتل المجنى عليه محمد ناجي كريم الشمري؟ بأنه كان أكو اتفاق مسبق بيناتهم داخل أحد المقاهي بخصوص خطف المجنى علي محمد واصطحابه إلى دار المتهم حيدر لغرض قتله، ومن ثم سرقت عجلته الغاية منها يبيعوها أو يستخدموها بعملهم. بالفعل استدرجوا المجنى عليه لأنه كان عنده اتصال بينه وبين أحد المتهمين. نعم. عنده معرفة سابقة بيناتهم. استدرج إلى داره اللي واقع بمنطقة الشهداء العبيدي. بيوم الحادث الساعة 8 الصبح، الساعة 8 الصبح. نعم. أخذ إلى داره. قام المتهم حيدر بسحب مسدس عليه وإطلاق العيارات النارية. نعم. بعد ذلك توجه المتهم الثاني اللي كان وياه اللي هو أحمد، والمتهم الآخر اللي الملقب أحمد تميمي. نعم. اللي كان مشترك أيضا بالعملية وياهم، والمتهم الأخير اللي هو كان عبد الرحمن كان يراقب لهم الطريق. نعم. إذا كان أكو أجهزة أمنية تكون قريبة عليهم أو أثناء العملية مال القتل أحد يسمع الصوت مالتهم. نعم. بالفعل أثناء عملية القتل كان زوجة المتهم حيدر متواجدة بالدار، فمن قام المتهم حيدر بإطلاق النار على المجنى عليه سمعت صوت العيارات النارية، فشاهدت بأنه زوجها قام بقتل المجنى عليه محمد. نعم. فرفضت هذا الموضوع، فقام المتهم بطردها أو الذهاب، طلب من عندها الذهاب إلى بيتهم، بيت أهلها. نعم. بالفعل طلعت هي وأطفال وياها 4 مرعوبة من الحادث اللي صار. قامت باتصال بأحد الأشخاص وخبرتها بأنه زوجها قام بخطف أحد المواطنين وجلبه إلى الدار وقاموا بقتله. أحد الأشخاص هذا كان متعاون ويا الأجهزة الأمنية على الفور، يعني خبرهم. تم تشكيل فريق عمل من مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية بإشراف السيد اللواء والعناصر الأمنية البقية. تم الانتقال إلى دار المتهم محمد الساعة تقريبا الساعة 9 بالليل. نعم. تم إلقاء القبض على المتهم حيدر، وكان بصحبته المتهم الآخر اللي هو عبد الرحمن. نعم. وأثناء دخول القوة المنفذة إلى داخل الدار وجدوا بأن المجنى عليه قامت العصابة بعد أن قتلوه إلى تقطيعه إلى أجزاء ووضع داخل كيس نايلون، الغاية من عدها حتى يطلعوه ويشمروه
بمكان معين وضيع يعني معالم الجريمة. سهولة في عملية النقل. نعم تعرف أنه جثة كاملة والمنطقة اللي يسكن بها المتهم. نعم. منطقة شعبية. كثير الشك والاشتباه. طبعاً إيه وإذا جثة كاملة مثل ما حدثكم المتهم أحمد بأنه طلب منهم يقطعوها ليش؟ لأن المنطقة شعبية. شيء ثاني دار المتهم حيدر ما بيه جراج حتى يدخلون العجلة مالتهم وينقلون الجثة. فكان الاتفاق بأن يقطعوه بالفعل راحوا يشتروا منشار واشتروا آلة حادة ثانية اللي هي كتار واشتروا هاي الفأس اللي قطعوا بها. نعم. وبالفعل جابوا 4 كياس نايلون وقاموا بتقطيع المجنع عليه داخل الدار ووضعوا داخل الأكياس النايلون مثل ما لقوا الأجهزة الأمنية القبض عليهم يعني لقوا المجنع عليه موجود داخل مخلينا بالأكياس النايلون مخليه بالحمام كان دون الوضع المنطقة يهدأ تعرف الساعة 9 الأجواء بعدها المنطقة الناس تتجول فرادوا الوضع شوي يهدأ بالمنطقة حتى يخلوه بسيارة المتهم أحمد التميمي كون سيارة المتهم أحمد هي سيارة حكومية وكان يستغلها بأعمال أخرى يعني مخلي لها من هاي الصافرات مال الأجهزة الأمنية سهل عملية مرورة من السيطرات وكونه يحمل باج فتم القاء القبض عليهم وكان المتهمين 2 متواجدين وبعد 24 ساعة تم القاء القبض على المتهم الآخر اللي هو أحمد وبعد 5 أيام أو 6 أيام تم القاء القبض على المتهم الأخير اللي هو أحمد التميمي. نعم بالفترة الأولى الوقت أو الفترة أو السقف الزمني بين حدوث هذا العمل الإجرامي وبين دخول القوات الأمنية إلى دار المجني او الى دار المجرم حيدر مثل ما خبرتك يعني من وصل الاخبار للاجهزه الامنيه يعني ما طولت العمليه كلها اقل ساعه نعم بين ما تحركت القوه بين ما يعني حصلنا موافقه السيد القاضي هاتفيا بان وجود مجموعه اشخاص قاموا بخطف فما طولت الفتره ما القاء القبض عليهم اقل ساعه الحمد لله والشكر نعم. تم القاء القبض عليهم قلت لك والمتهمين 2 من عندهم والمجنع عليه كانوا مقطعين داخل الاكياس نعم بالفتره الاخيره او الاونه الاخيره نشوف الشارع العراقي بانه بدت تتناقص العمليات المنظمه وعمليات الاجرام وخصوصا عمليات القتل والتسليم هذا الفعل لمن يرجع والدور لمن راح يكون اولا هو بالفعل يعني تناقصت هاي تعرف احنا الظرف اللي مر به البلد نعم. يعني قتال في اغلب المحافظات قتال تنظيم داعش الارهابي فاغلب العمليات يعني مثل ما يقول قلت نعم. عندنا والدور الثاني للاجهزه الامنيه والاستخباريه وتعاون المواطنين وعلى الاجهزه الامنيه يعني خففت وقللت من عمليات الخطف وعمليات التسليب نعم. والسطو المسلح يعني اليوم اصبح المواطن شريك ويا منتسب الامن نعم. او رجل الامن رجل الامن اذا نعم. ما يكون تعاون بينه وبين المواطن نعتبر احنا المواطنين عندنا هم العين مالتنا البشارة اللي يشوف نعم. لان المواطن يمكن توصل للمعلومه قبل لا توصل للاجهزه الامنيه عن طريق صديق عن طريق اقارب عن طريق معارف فبدوره يكون متعاون ويا الاجهزه الامنيه من يتعاون نعم. ويا الاجهزه الامنيه العفو راح يحدون من العمليات الارهابيه والعمليات والجرائم اللي السطو مثل ما خبرتك والقتل والخطف نعم حتى يعيش المواطن بامان بالتاكيد مشاهدينا الكرام مثل ما شفتوا بانه دور المواطن دور كبير وفعال في انخفاض مستوى الجريمه اذا كانت منظمه او غير منظمه هذا الدور يشكر عليه المواطن العراقي في إيصال المعلومة إلى الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراء اللازم وبأسرع وقت ممكن احنا ممنونين من جنابك سيادة الرائد احنا الممنونين نشكركم جزيلا على بأنه تعرضون مثل هيش مجرمين وتوصلون صوت البريء وتوصلون عمل الأجهزة الأمنية وشوفون المواطنين حتى المواطن يشعر بالأمن والأمان إن شاء الله إن شاء الله شكرا لك مرة أخرى انتظرونا مشاهدينا الكرام لكن بعد هذا الفاصل مشاهدينا الكرام عرفنا أحداث ومجريات القضية اللي قاموا بها العصابة المكونة من 4 أفراد راح ننتقل أنا وياكم للتحقيق مع المجرمين واحدا تلو الآخر
وصلنا وياكم مشاهدينا الكرام للتحقيق مع المجرمين الذين قاموا بخطف وقتل المجنى عليه محمد ناجي كريم الشمري. وراح نبتدي بأول مجرم. اسمك؟ حيدر علي شل السيدي. اسم الأم؟ سعدونا حمدان سيدي. تولد؟ 1989. المهنة؟ كاسب سيدي. العنوان؟ شهداء العبيد السيدي. حيدر، تكلمنا عن قضية خطف وقتل المجنى عليه محمد ناجي كريم الشمري وبأدق التفاصيل. إن شاء الله سيدي. سيدي قبل يومين قبل 3 ايام سيدي من الحادث، سيدي اني وعبد الرحمن سيدي ردنا نشتري ستوته سيدي نبيع بيها مخدر. ورا ثاني يوم سيدي قعدنا بالقهوه سيدي اني وياي احمد حامد قطفان سيدي واحمد التميم سيدي وعبد الرحمن، فقلنا لهم سيدي انا وعبد الرحمن قلنا لهم سيدي احنا راح نشتري بعد ستوته سيدي ونشتغل بيها نبيع مخدر. سيدي احمد حامد قطفان سيدي اخترع علينا قال ردنا رقم محمد عندكم، قلت له إيه انا عند سيدي، فقال نستدرج سيدي للمنطقه نجيبه. انتم محمد منين تعرفوه؟ سيدي تاكسي ثلاث مرات اخذناه سيدي. منين استاجرته؟ من النهضه سيدي. زين كمل. اي سيدي واخذته رقمه صار تعاون بيناتنا. اي سيدي ثلاث مرات اخذنا تاكسي صار تعاون بيناتنا سيدي. ندلانا هو من سيدي ها سيدي. فاحمد حامد قطفان سيدي قال قلت له ناخذ السياره من عنده سيدي واصبغها بيضه ونحط رقم سيدي نتومها واشتغل بها سيدي. يعني سيارة. كان هنا اكو موضوع مبيت بيتوا النية حتى سيدي. تستدرجون المجنى عليه. هاي قبل يومين سيدي الحكي واحنا قاعدين بالقهوه سيدي. بيش ساعه كنتوا قاعدين بالقهوه سيدي؟ العصر يعني حدود المغرب سيدي. ومخططين الثاني يوم؟ اي سيدي. زين خابرت سيدي محمد اني من تليفوني برقمي سيدي اجاني الساعه 8 8 الصبح بالليل. اي سيدي لا 8 الصبح سيدي اجاني. هو جاني كانت الفكره سيدي شنو ياخذنا تاكسي. زين هو منين اجاكم؟ اجانا من الزعفرانيه سيدي. بيتهم الزعفرانيه؟ اي سيدي اجانا بحيث هو ياخذنا سيدي. جانا الصبح سيدي طببت للبيت انا سيدي البيت سيدي. هو موصلك سابقا للبيت؟ لا هو يندلنا سيدي. اي سيدي هو يعني يندل البيت. يندل البيت سيدي. زين من خابرته راسا يجل للبيت يعني يندل. هو اجانا للبيت سيدي. زين فطببت سيدي انا للبيت واثناء ما طب للديوانيه سيدي وقعد استوى قاعد سيدي انا سحبت المسدس سيدي طقيته طلقه. زين قبل كل شيء. اي سيدي قبل تطلق عليه النار ويدخل للبيت، منو عنده علم بانه راح يجي وراح يتم هذا العمل ببيتك؟ سيدي بقيه أربعة الافراد اربعتهم سيدي. وين كانوا بوقت الحادث هذا؟ سيدي كل من يعني ببيت سيدي بس التليفون دار بيناتنا قبل لا يوصل محمد سيدي. زين. اي سيدي دخل للبيت. اي سيدي قلت لك وين ما قعد سيدي استوى قعد. زين انت طالبه حتى تستاجره غير تروحون وياه؟ اي سيدي. ليش دخلت البيت سيدي؟ مو على مود قلت له بين ما يجون. بحجه شنو؟ بحجه يجون الولد سيدي. زين اي بين ما يجون الولد ونطلع من الناس هو سيدي فهو طب جوه سيدي. زين وين ما قعد سيدي استوى قعد سيدي سحبت المسدس ضربته طلقه سيدي هنا ببطنه. بيش ساعه هذا الحجي؟ حوالي 9 ونص سيدي ب 8 ونص العفو سيدي. زين صوت الطلقه ما نسمع مثلا بالشارع الناس اللي تفوت في شيء؟ لا سيدي. زين شنو الغايه من اطلاق النار عليه بداخل بيتك؟ ليش ما اخذتوه بغير مكان سيدي؟ ما 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 قدرنا يعني سيدي بس هو المخطط سيدي بالبيت سيدي يصير. زين انا دوري سيدي اطببه واضربه وخابر سيدي خابرت على احمد حامد سيدي اجاني احمد التميمي سيدي اللي بدوره يطلع الجثه سيدي بالسياره مال الدوله عنده سياره ميسوبوشي عبريه سيدي مال الامانه سيدي بيها صافره ومال الدوله ورقم ازرق بيها وهاي فهو بدوره طلع الجثه من البيت سيدي حتى تامنون على الموضوع. اي سيدي هو شو سوى سيدي؟ قال انا راح اروح للدوام سيدي هذا الصبح جاني احمد هو سيدي للبيت. زين قابلنا علي هو ايش قال؟ قال انا بس اروح اوقع سيدي بالدائره واجيب السياره بحجه طالع يعني المحطات افتر واجي. زين وقف هسه انت هنا اطلقت عليه النار. اي سيدي بعدها شنو اللي صار قبل لا تعبر لي على ثاني يوم ساعه بالتسعه بالليل تسعه ونص؟ لا لا سيدي هو بنفس مو ضربت نفس سيدي. اليوم زين يروح للدوام يوقع بيه الساعه بالليل؟ لا سيدي الصبح. ايه هسه انت عبرت الثاني يوم خلينا بنفس اليوم. لا هو بنفس اليوم سيدي. زين يعني انا من ضربته سيدي إيه؟ قبل خابرت اجاني احمد سيدي. اجاك اجاني سيدي يعني ماكو ما بس نفذت علي قبل خابرت اجاني احمد خابرنا على احمد الثاني قال انا راح اروح بس للدائره اسجل يعني موجود واجيب السياره واجي بيها. زين يعني اثناء هاي كل الحكي ما بي سيدي نص ساعه خلينا نقول يعني صار في العشره. اي سيدي صار الظهر سيدي جبنا ازار سيدي مال هذا شلون ينحط على الفرشه. زين انت بالبيت منو عندك؟
نحن سيدي عندي يعني كانت سيدي عائلتي الصبح موجودة من سمعت الإطلاقة سيدي فتحت الباب وأخذت جهة سيدي وشردت المرة سيدي يعني كان زوجتك بالبيت أي سيدي موجودة فمن سمعت الإطلاقة أنا سيدي ديوانية مالتي برا صايرة يعني برا البيت فقفلت الباب من جوا فهي من سمعت الإطلاقة سيدي فاللي ظلت تصرخ سيدي خفت أنا خاف بقعد الجيران علينا هاي فتحت لها الباب سيدي أخذت جهة وشردت زين ما خفت أنت راح تبلغ عليك هي اللي بلغت سيدي قبل لا نوصل للتبليغ شنو شافت هي قدامها سيدي شافت محمد سيدي طايح وانا بيد المسدس سيدي ما قلت لك ليش ظلت تصرخ سيدي وتصيح ما قلت لك هذا منو اي سيدي سيدي خفت قاعد الجيران والهاي تسوي هوس علينا سيدي فتحت الباب هي اخذت جهاز سيدي ورقبت زين منو جاك بعدها بعدها مباشره اجاني احمد سيدي احمد حامد قطفان سيدي اجاني وصلنا للبيت سيدي زين. جبنا قال جيب لي ازار سيدي الازار سيدي هذا اللي انفرش خلينا بي محمد سيدي لفينا امتانين سيدي احمد التميمي سيدي على مود يجي ياخذ الجثه سيدي يجيب السياره اي سيدي تانينا حوال سيدي للساعه بالدعش سيدي دعش الظهر صارت هو اجانا احمد سيدي بالسياره زين راد يطببها سيدي ما قدر يطببها بالبيت السياره فصار بينه وبين احمد حامد سيدي لان انا سيدي كملت دوري بالنسبه اللي جاي هم قال لي لا لازم نقطعه على مود نقدر نطلعه نخليه بالسياره انت ضربته براسه؟ لا سيدي هنا بطنه هو راسا يعني فارق الحياه؟ لا سيدي بقى شويه تقريبا سيدي مو احمد بقى حوالي بالساعه سيدي واحمد من اجى سيدي ما راد يضرب طلقات يطلع صوت ظل يضربه بالمسدس سيدي هيك على راسه هيك بالهذا على مود ما يطلع صوت زين انت باثناء هاي الساعه اللي بقى بيها الولد ينازع بينه وبين نفسه. اي سيدي. ما راودتك فكره بحيث تتراجع عن قرارك وتساعده وتنقله للمستشفى؟ لا سيدي ما قدرت. ليش ما قدرت؟ ما قدرت سيدي. ليش يعني ما قدرت؟ يعني كنت انت قافل على الموضوع؟ لازم سيدي. تتخلص منه. اي سيدي ما قدرت يعني اول شيء سيدي وين دل بيتي؟ وقفت يعني اسوي موضوع. وانت يعني بالمقابل زوجتك طلعت هي واطفالك. اي سيدي ما ادري بيهم وين راح سيدي يعني انت كنت واثق منها بانه ما تبلغ ما توصل هاي المعلومه للجهات الامنيه هذا هاي يعني انا حرت يعني شو اسوي سيدي زين كمل شلون بس اي سيدي ايه فاجا احمد سيدي فبقى هو واحمد يقول لازم احنا نقطع سيدي على مود نقدر نطلعه نخليه بالسياره هذا من اقترح هذا الاقتراح احمد التميمي سيدي زين ابو السياره اللي اجى يعني شلون قطعوه واحمد حامد سيدي شلون هم بيناتهم دارت هاي ف اتفقوا سيدي قطعونه انا سيدي وياهم واقف يعني مو رايح منتهم يمهم فهم ما يقدرون يطلعون من البيت مالت سيدي فلازم انا اطلع فاحمد قال لي تجيب لنا كتر سيدي هذا الكتر سيدي مال موس سيدي ومنشار منشار هذا المنشار كبير اي سيدي مال الحديد سيدي اي سيدي فطلعت انا سيدي ها وقواني سيدي من الفرن سيدي اجيب يعني اكياس نايلون اي سيدي اكو فرن لوقواني ما طحين اي قواني ما طحين سيدي زين. اكو فرن عنا على الشارع امر علي اجيب قواني واجي سيدي زين من رحت لابو الفرن ايش قلت له سيدي قلت له اريد اربع قواني عاد اعطاني اياها سيدي طافية اي ما اعطيته سيدي بوقتها 1500 وقال لي خذ بعد قلت له اريد اربع زين جبت اربع قواني سيدي وجبت المنشار وجبت الكتر سيدي ورجعت للبيت صارت حوالي سيدي الساعه بالوحده هيك الظهر يعني اي سيدي فهم سووا سيدي كان دور سيدي عبد الرحمن دوره يعني بالركن واقف يراقب اي سيدي واتصاله ويانا مثلا اجى شخص اريد اطلع ماكو شيء اطلع سيدي هيك يعني ويانا على التليفون سيدي باقي زين اي سيدي فسحبه وجبته سيدي من الـ من الـ من الاستقبال زين هنا هو فارق الحياه لو بعد اي سيدي كم. هو سيدي تقريبا للعشره سيدي فارق الحياه هو بعد كمل. قلت لك من لفينا سيدي بالازار وربطناه بالخيط سيدي فوق الازار ماكو هيك خيط لفينا على مود نشيله ونصعده بالسياره سيدي كمل قبل لا تصير فكره التقطيع احمد يجي ويقول لي قطعوا اخذتوه من الاستقبال وين وديته سيدي مقابل باب الحمام سيدي اكو هيك شلون الممر صاير مقابل باب الحمام كمل نومنا سيدي بدا احمد حامد سيدي بالاول مره قص بالكتر سيدي هذا يقص العظم سيدي بالهذا ما صار سيدي من يا جهه اليسرى سيدي من الساق من الركبه من الفخذ لا من الفخذ سيدي كمل
اي سيدي من قصها سيدي شلتها انا خليتها بالقونية سيدي. خليت رجله. اي سيدي خليتها بالقونية وخليتها وين بالحمام سيدي. النوب سيدي احمد التميمي قص رجله اليمنى سيدي. نفس المكان. اي سيدي من نفس المقابل المكان بنفس الطريقة اللي قص بها احمد سيدي. زين. وقص ايده سيدي اليسرى. زين. اي سيدي. النوب رجع سيدي احمد قصها من بطنه سيدي. انا هم شلتن سيدي بالقونية خليتهن وخليتهن بالحمام سيدي. النوب احمد سيدي قصها من بطنه سيدي. سواء قطعتين سيدي خليناها بالقواني وخليناها بالحمام سيدي. زين منو اللي قصه؟ احمد واحمد التميم سيدي. وانت شنو كان سيدي انا دوري يعني مو قصها سيدي اشيلها خليها بالقونية واحطها بالحمام سيدي. اريد اسالك سؤال هنا. جواب سيدي. شايف العراق مر بازمات هوايه وخصوصا بغداد. صارت بيها تفجيرات هوايه. من يصير تفجير شايف جثث مال الابرياء شلون تصير؟ اي سيدي. شو يصير بيك؟ سيدي. زين بذيك اللحظه ايش صار بيك؟ سيدي قلت لك هو يعني شلون بشر فاقد الوعي ما يعرف شلون يتصرف. شنو فاقد الوعي؟ يعني ما عرفت شلون اتصرف سيدي، انا لو مفكر قلت لك لحظات سيدي بالبدايه كان ما صار اللي صار. زين انتوا ليش هيك قصيتوا قطعتوا الى قطع سيدي؟ هاي فكره سيدي احمد التميمي هو اللي طلع ابو السياره سيدي اللي ذب الجثه. خطفتوه قتلتوه بالبدايه ماكو. اي بالبدايه ماكو قتله سيدي لفيناه بالازار يشيله بالسياره سيدي ويذبه. هنا كانت اكو عين عليكم رقيبه بحيث انتم خفتوا منها؟ اكو فد شخص مراقب البيت؟ لا سيدي. الناس الماره الشارع الجيران؟ لا سيدي ما نعرف. لعد من شنو؟ ما نعرف سيدي. من شنو ليش قطعتوا انتم؟ سيدي ها من فكره التقطيع سيدي ايه؟ لان السياره سيدي ما طبت بالجراج. بالجراج سيدي بقت برا فما قدر يشيل يعني كامل هيك يشيله سيدي وصعد بالسياره. زين. اي سيدي. خليت الاشلاء البقيه بالقواني. بعدين بالقواني سيدي وخليتهن بالحمام. فسيدي احمد التميمي سيدي صاحب الفكره قال انا بس راح اروح للبيت واجي. شو يسوي؟ ما اعرف سيدي. ما سألتوش شو سوي؟ اي لا قال اروح للبيت واجي بس ابدل ملابسي وهاي واجي. سيدي انا ايش بقيت اغسل بالدم سيدي. احمد الثاني سيدي هم قال لي راح اروح للاسواق وارجع سيدي اجيب سجاير واجي سيدي. زين. اي سيدي بقيت بس انا اغسل بالدم سيدي. اجى احمد سيدي قبل لا يجي احمد التميمي اجى احمد حامد سيدي اللي راح للاسواق. حتى وصيته قلت له جيب لي وياك ديتول سيدي. الرشه ويا الغسل سيدي. زين. استوى وصلني سيدي قال اعطيني السويتش مال السياره ارد اطلع. وين ما اعطيت السويتش سيدي صعد بالسياره القبض قبض علينا سيدي. يعني هنا ما اجاك انت تفكير بانه القوات الامنيه وخصوصا منظومه استخبارات والشرطه الاتحاديه تتوصل لكم في يوم من الايام او بلحظتها؟ بلحظتها لا سيدي ما جاك ايش تفكير. تحس بانه الدوله غافله وماكو احد رقيب عليكم وكل شيء تقدرون تسوون؟ مو صح؟ صح سيدي كنا غلطانين. زين وين وصلت بعدين بالفكره؟ لا سيدي غلطانين وانا انصح كل بعد ايش بعد ايش بعد ايش تغلطت يعني بعد ايش انت قتلت الولد؟ اي سيدي صح. زوجتك شافتك؟ اي صحيح. خوش راحت الى مكان مجهول تدري بيها وين راحت؟ لا سيدي. زين ليش ما حاولت تمنعها سيدي؟ مو صرخ سيدي. ايه؟ ما قدرت سيدي. كم طفل عندك؟ 3 سيدي. ايش قد اعمارهم؟ سيدي 6 سنوات. ايه؟ وثلاثة 3 سنوات وسنتين الا. كم ولد وكم بنية؟ 2 بنات سيدي وولد. عندك 2 بنات وولد؟ اي سيدي. محمد تعرف ايش عنده؟ اطفال؟ لا سيدي. هو بالتاكسي؟ لا سيدي ما عارف. ما تعرف؟ ما اعرف سيدي. عنده طفلة بعدها ما تجاوز عمرها السنة حرمتوها من أبوها وما شايفته. بالمقابل أنتوا مثلتوا بالجثة مالته تفننتوا يعني بطريقة أخرى أنتوا تفننتوا. الدافع شنو؟ أريد هنا الدافع. الدافع مادي يعني اللي سوينا هي سيدي على السيارة سيدي مالته. زين هسه من غلاتها السيارة شو ياما شركات ببغداد وبكل العراق دا تنطي بالاقساط تروح للمعارض ينطوك حتى اذا عندك هم 10 اوراق ينطوك سياره على قد الحال. بالمقابل تقدر انت تشتغل اي شغله وتعيش نفسك.
سيدي. شنو دفعك لهذا الموضوع؟ شنو دفعك؟ انت بال كالمعتاد يعني شنو شغلك؟ انت كاسب بس شنو شغلك سيدي. يعني ايش تشتغل؟ مرات عماله سيدي نطلع. زين بالعماله شنو ينطوك؟ سيدي 25 باليوم. اي سيدي. يعني بالشهر ايش قد؟ اذا شهر مره اذا نقول لك عماله تستمر شهر؟ اي مثلا اشتغل لي مثلا نقول 6 ايام 7 ايام اقعد لي زين اسبوع هيك الست ايام هم بيهن 150 الف. ال 150 الف بالست ايام ما تكفيك. ال 25 باليوم ما تكفيك. انا متاكد 10000 تكفيك باليوم. اي سيدي صحيح تكفيني سيدي زاد. زين اتخذتوا طريقه غير قانونيه حتى بتفكيركم وتخطيطكم بانه تاخذون السياره تقتلون الولد وتمثلون بجثته وبعدين تسوون السياره توأم لسياره اخرى يعني تزورون اللوحات مالتها تخلون لوحات مشابهه لسياره اخرى ونفس اللون ونفس الموديل. صحيح سيدي. مو صح؟ صح. شوفوا كم لعبه انتم لاعبين بهذا الموضوع سيدي. بس هاي فكره احمد سيدي. زين انت مسير لو مخير؟ انت ما عندك عقل. صحيح سيدي. صغير؟ لا سيدي كبير. لا ايش بيك؟ شنو اللي ناقصك؟ انت احسن من هوايه غيرك تدري لو لا؟ والله صح سيدي. هوايه احسن من غيرك. هسه ما اعرف انت شنو اللي دا تحسه شنو اللي ببالك جاي يجي. عائلتك حطمتها زين خلينا نعوف عائلتك على صفحه انت مجرم وراح تنال جزائك العادل. صح صح. عائله المجنى علي ليش شنو الذنب اللي اقترفه وياك؟ صح صح. فوق ما مثلا انت تخابر على التليفون وخدوم الولد وجاي يجيك ووصل لك للبيت هذا جزاء الاحسان وهو بالمقابل هم جاي يركض على رزقه حتى اخر شيء اخذ له علاقه زوجته والبته وكان الله يحب المحسنين. مزوجك بشي؟ لا سيدي. عندك عداوه وياه؟ لا لا سيدي. هم انطوك الفكره ليش ما رفضتها؟ ليش وافقت؟ اذا انت مبدأك سليم من البدايه. صحيح سيدي. اذا انت تفكيرك مو اجرامي. صحيح سيدي. يعني انا واحد شي اقول لك انت تقول لي؟ لا سيدي. لعد ليش هنا صار الموضوع هيك؟ اهلك قريبين عليك بالمنطقه؟ لا لا سيدي. وين؟ اهلي بالمدينه سيدي. زين. امك عايشه؟ اي سيدي صح. والدك؟ اي سيدي صح. هسه امك اذا اشوفك شو تقول لها انت؟ شوفك بهذا الحال. اتمنى ما اشوفك. شافت ابنها اللي تعبت عليه وربته وجابته من هو صغير لحد ما وصلتك لهذا العمر، زوجتك وفرحت بعرسك. وكلتك وغطتك بالشتاء وهفت لك بالصيف وكل شيء سويت على مود شنو هذا الولد يصير حزام ظهر وسند إلها. صح سيدي. شنو ردت فعلها شو تقول؟ اتمنى سيدي ما اشوفها. تتمنى؟ اي ما اشوفها سيدي. اذا هي شافتك شلون؟ ابوك شلون؟ احنا نتمتع القضايا اكثر القضايا بالعراق هي قضايا العشائريه. فتجوب هذا المجتمع العراقي. فبالمقابل والدك من يطلع بالشارع ويريد يسلم على احد هم راح يصير وراه كلام هذا ابن اللي خطف هذا الولد. زين جايبها لنفسك انت. اريد كلمه اخيره توجهها لاهلك ناسك زوجتك وخصوصا اطفالك. أريد كلمة تطلع من كل قلبك في لحظة ما تكون صادق ويا نفسك وفي إحساس صادق ومشاعر صادقة ولو أنت مجرد من عدهن كلهن بس هيك أريد للحظة معينة. سيد أتمنى يسامحوك. على شنو يسامحوك؟ أنا ما أعتقد يسامحوك. أريد كلمة تبرر بها موقفك اللي أنت هذا بيه. سيد اندفعت سيد ما يدرون سيد أنا ما أطلع من هاي الشغلات أبد ما سويتها من كانت سيدي يعني الوضع بس بالمقابل صارت وسويت. اي والله سيدي اندفعت من ورا سيد احمد واحمد ودفعوني سيدي وجبروني. هاي مال الجبر سيدي. النتيجه ما اسويها ببيت سيدي. انت خسرت كل شيء خسرت حياتك واهلك وزوجتك واطفالك
ويمكن حتى مصيرهم مجهول، والمرأة هم ما تعرف شو تسوي اذا رجلها هيك اللي هو حزام ظهرها وسندها. صح سيدي. مشاهدينا الكرام ابقوا ويانا، راح ننتقل للمجرم الاخر لكن بعد هذا الفاصل. وصلنا وياكم مشاهدينا الكرام للمجرم الاخر في قضيه خطف وقتل المجنى عليه محمد ناجي كريم الشمري. اسمك؟ احمد حامد قطفان عامل اجب. اسم الام؟ عدويه كريم. مواليد؟ 87. المهنه؟ حداد صدر. سكن؟ فداء الاول. احكي لنا بادق التفاصيل شلون صارت العمليه بالاتفاق مع بقيه اطراف العصابه في خطف وقتل المجنى علي. نعم سيد. يوم الثلاثاء قبل الحادث قاعدين بقهوه انا واحمد تميمي ورحمان وحيدر قاعدين بالقهوه سيدي. زين. قاعدين بقهوه الولد ابو السياره صاحب حيدر اتفقين عليها السياره، قال لك السياره الانترا صفرة ولد يودينا ويجيبنا. زين. نعم سيدي. انت تعرف الولد؟ لا سيدي، يعرفه حيدر واحمد. زين. نعم سيدي، احمد وحيدر يعرفونه. فبالقهوه سيدي قاعدين اتفقنا على السياره. شو اتفقتوا يعني؟ شنو الدار الكلام بيناتكم؟ نعم سيدي، حيدر كان عنده ستوته سيدي باعها، انا عندي سياره تاكسي. شنو نوعها سيارتك؟ عندي جالكسي بيجو. زين. نعم سيدي، فحيدر ما عنده، قال اريد اشتري سياره على اساس احنا ناخذ السياره سيدي ونبيعها. السياره مال منو تاخذوها؟ مال الوالد محمد. شلون باي طريقه؟ سيدي حيدر قال انا كتله اشترى مسدس باع ستوته واشترى مسدس هذا سبعة. زين. سيدي قال انا كتله واخذ السياره. سيدي يوم الاربعاء ما اجى، يوم الخميس الصبح خابره حيدر. قبل نوصل للاتصال بالمجنى عليه. نعم سيدي. الكلام اللي دار شنو؟ والله اكتله واجيبه وما ادري شنو. لا مو ما اريد هيك حكي، اريد شلون انتم وافقتوا على هاي الفكره؟ نعم سيدي. وشلون اتفقتوا وشلون راح يصير التنفيذ؟ نعم سيدي. قاعدين اربعتنا سيدي بالقهوه. زين. بيوم الثلاثاء من قاعدين بالقهوه سيدي حيدر طرح الموضوع، قال لك سياره تابع الولد اسمه محمد. محمد هذا يودينا ويجيبنا. رحم الله جل. كمل. اي قال يودينا ويجيبنا سياره الانترا 2013. نعم سيدي. فمن قاعدين بقهوك ولد اسمه حبيب شغلته شنو سيدي؟ يعني مثلا سياره صفراء يصبغها بيضه مشي يبيعها ودي لها رقم. اي فاستشارينا هذا الولد حبيب، انا استشاريته لحد الحين قاعد شوي لقدام. ايش قلت له؟ قلت له اكو سياره صفراء ومرقم وشون. قال سيدي نسبخها بيضه ونتومها. يعني تجيبون لوحه. أي. لوحه تسجيل رقم. أي. كامل مشابه. أي. لسياره ثانيه. نعم سيدي. كمل. نعم سيدي قال نسبخها. فقعدنا احنا انا ويا عبد الرحمن وهذا فاتفقنا على صفحه. حيدر قال اوكي هاي هي. سيدي ثاني يوم الاربعاء ما اجى الولد. يوم الخميس سيدي اجى. منو خابره؟ خابره حيدر سيدي. ايش قال له؟ خابره قال له توديني كروه. زين. نعم سيدي. وين على اساس الكروه؟ سيدي السمر. يعني خلينا نقول خارج بغداد. نعم سيدي خارج بغداد. زين. انت وين كنت بهذا وقت الاتصال من حيدر اتصل بمحمد؟ سيدي ببيتنا. زين قال لك اتصلت بيه؟ سيدي لقيتك هاته. لا هو قال لك اتصلت بيه؟ لا سيدي ما قلت. يعني هو حيدر من اتصل بمحمد. نعم سيدي. رجع خابرك قال لك انا خابرت الولد راح يجي؟ لا سيدي. لا عاد. سيدي مو عائلة حيدر بالبيت. زين. نعم سيدي. من نجى الولد جاء الساعة 8 جاية. سيدي جاي للبيت. قايل استريح. قاعد الولد. سيدي ساحب مسدسه وضاربه ببطنه طلق. زين. الولد يرافق سيدي. مرت حيدر. زين. سيدي ظلت تعيط. ظلت تعيط بالبيت. قالت له لو تطلعني لو فضحة قدام الناس، هي الناس عندها علم سيدي، ظلت تعيط بالشارع. خلته وراح السيد. شنو الناس عندها علم؟ سيدي مو ظلت تعيط. حيدر راسا من حاجه سيدي يعني شلون زعلانه وكاتله، ظلت تعيط بالشارع من المسافه للشارع، اخذت جهالها وراحت سيدي. زين. سيدي من اخذت جهالها وراحت خبر احمد تميمي. زين ايش قال له؟ قال له كتلت لي واحد بالبيت. تجيني. شنو كتلت لي واحد؟ ليش انتم مو تعرفون بانه راح يستدرج هذا الشخص للبيت؟ نعم سيدي. لا شنو كتلت لي واحد؟ قال له هاي العباره على مود يجي ما يجي يعني يفتي من الموضوع. نعم سيدي.
نجي دراسن خبرني، بس طلعت مرته خبرني، جيت انا لقيته سيدي ممدد بالاستقبال. زين. نعم سيدي، لقيته ممدد بالاستقبال، سيدي قال لي حيدر جيب شرشف اكو شرشف ازرق ورابطه بواير ابيض. وين رابطه؟ شلون يعني طريقه الربط كانت؟ سيدي برجلي. برجلي. برجلي رابطه على مود يقطع النفس. سيدي وحطيناه بالشرشف. على اساس يذبه بالسياره هاي مال الامانه. انت بيش الساعه وصلت الحيدر؟ الحيدر سيدي برا ما طلعت مرته. يعني فتره قليله كلش. اي تقريبا. زين هنا المجنى عليه بعد على قيد الحياه عدل؟ بعد شويه بيروح. نعم سيدي. نعم. زين ما كان يصدر صوت يحكي يصيح فتشي؟ لا سيدي لا سيدي صدم لقيته انا لقيته فاقد بس هيك. يعني بانفاسه الاخيره. نعم سيدي. زين. سيدي من لقيته بانفاسه الاخيره لقيت بس مربوطه رجليه. لان هذا تشرشف سيدي على اساس احمد هو العمليه ياخذه يذبه يم سيد منذر. اكو منطقه صحه يعني فارغه يذبه هناك سيدي. زين. فقال من العالم وهاي ما اقدر اذبه هناك. ثم راح مر تميم قال الا تقطعونه. لا يتقطع. سيدي من اثناء العمليه شلناه بالتشرشف خليناه لم الحمام سيدي. زين انتم منو؟ انا وحيدر. زين. احمد تميم يعني سيدي. احمد اجى لو بعده؟ احمد تميم مشينا خليناه جوا اجى سيدي. زين. نعم سيدي. من خليناه جاهز. علي لي صوتك اريد اسمع. صار سيدي خليناه جاهز بعد يم الحمام. قال شلون هسه الحل؟ حيدر قال احتروح هسه راح الوكيل هناك يم. جاب كتر اول مره ومنشار. حيدر من واحده لو منو القله؟ سيدي هو عنده علم راس قال اجيب كتر ومنشار. سيدي راح جابه من الوكيل يمنه. زين. نعم سيدي. من جاب الوكيل سيدي اول ما بشرنا برجله اليسرى قصيناه. زين قبل عمليه تقطيع الجثه. نعم سيدي. شنو اللي صار بيناتكم من حوار؟ يعني انت ما عارضت مثلا لا انا ما اقبل هيك يصير الولد انتهى وخلاص وخل كل من يروح بحاله او نحاول نشيل الجثه من البيت ننقلها لمكان اخر. ليش وافقت على التقطيع؟ سيدي مو وافقت. احمد تميمي الامر قال لازم يتقطع هذا. زين. لان العالم وشوفنا لازم بس تقطع هذا ان شاء الله ينذب فالان اخذه اذبه. زين. شلون انت اعطيتك نفسك؟ لزمت فد اله حادك ان تكون منشار او كتر. نعم سيدي. وتقطع عضو من بشر. نعم سيدي. ايد رجل بطين ايش؟ نعم سيدي. جاب اسمه الكتر اول مره سيدي. قص من يم رجله اليسرى. المنشار سيدي وصل للعظم سيدي بهذا الطبر. فاس. نعم سيدي. قطعت رجله. الدور راح حيدر سيدي قص رجله اليمنى. حيدر قص رجله اليمنى خليناها بجوانب يد سيدي يم الحمام. دور باشر احمد من بطنه سيدي. من يم بطنه. بطنه وايده اليسرى سيدي. خليناه بال سيدي بالجوانب. زين انت متعود على هذا المشهد؟ لا سيدي. لا شلون قاومت؟ اول مره على اعصابي سيدي. شلون يعني على اعصابك؟ سيدي احمد تميمي بوقتها جاب لنا حبوب سيدي. شلون هاي الحبوب؟ حبوب بيض صار. اي قال هاي تشربها بعد ما تحس كل شيء. هاي ايش وقت انطاك اياها بالضبط؟ سيدي بالضبط قبل ان اقطع. شلون قاومت واقبلت نفسك على هيك عمل؟ سيدي جاب لنا حبوب. شنو نوع الحبوب هاي؟ بيض صغار. لونها ابيض صغير. نعم سيدي لونها صغيرة. كم حباية؟ سيدي طالنا كل واحد اربعة. زين هاي شنو يعني مفعولها؟ قال لك شو تسوي هاي؟ سيدي قال لي قلت له انا ما اقدر اخاف هاي. قال لي بس تشربها بعد ما تضرب نفسك. ما تضرب نفسك؟ نعم سيدي. زين شربتها؟ نعم سيدي. كم واحدة؟ سيدي طالنا اربعة. ايه. نعم سيدي. قال لي اشرب براها المي بلع بلح. انتو من انطاك؟ انا وحيدر. زين. كمل. نعم سيدي. من بلعناها سيدي قال لا اشرب وراها المي. سيدي حسيت دوخه كلش قويه. دور منا احنا شايلينه وخلينا سيدي يم الحمام. اول ما باشر. زين هنا الاشلاء وين خليتوها؟ سيدي بجواني. زين وين وديتوها؟ يم الحمام. نعم سيدي. زين الدم بالقاع واللي سيدي حيدر من ضربه طلقه جت ببطنه ما طلع منه دم سيدي. زين. صار نزيف يمكن داخلي سيدي. زين. اي قليل دم برضه. بالتقطيع ما طلع دم؟ طلع بس قليل سيدي. زين. يا بس.
نعم سيدي. وراء جن اللي صار سيدي من قطعناه وكملنا سيدي قبضت علينا الدوريات. كم قونية صار الجثة ايش قد صارت؟ اثنين نعم. واحدة ايش خليتوا بيها والثانية شنو؟ سيدي هذا رجلين واليد واحدة بس الجثة. زين ليش مو اليد الثانية هم قطعتوها؟ ليش قطعتوا بس واحدة؟ بقي التقطيع سيدي قطعها أحمد تميم. أحمد تميم قطع. زين مو أنت وياه؟ نعم سيدي هو يعني باقي اللي هو قطع. نعم سيدي. شلون ألقت القوات الأمنية القبض عليكم؟ سيدي بلغين مرتي على أساس بلغين. عوف التبليغ أنا أريد أعرف شلون دخلوا لكم أنتوا شنو كان موقفكم وشنتوا تسوون؟ سيدي جوا كان بس عبد الرحمن. زين عبد الرحمن وحيدر. يم الجثة جوا سيدي. زين أنا ثاني يوم خبروني بالاشتغل بسيارتي طلعت بيها 62 الظهر. خبروني قالوا لي تعال أحمد حامد. نعم سيدي أخذوني للبكان مال راس الشدة وعيونه ورحت فيها سيدي. ايه قالوا التحقيق. يعني انت كنت عبالك الدولة او الجهات الامنية غافلة عن اللي انت تسوي؟ اه سيدي عندي علم يعني. عندك علم؟ يعني مذنب لازم انكر. انت متزوج؟ نعم سيدي. وعندك اطفال؟ نعم سيدي. ما اريد اقول لك غير شيء بس انت ما استحيت على هاي فعلتك؟ ما خجلت من نفسك؟ شلون سيدي استحيت فعل؟ لا انت ما مستحي اصلا من الموضوع كله. لا والله يعني حل. لا تحلف هنا، لا تحلف ولا تذكر اسم رب الجلاله. تدري ليش؟ لان انت انسان مجرد من كل شيء، ما عندك لا رحمه ولا رأفه ولا عندك هيجي البعض من العطف على البشر. انت مسلم؟ سيد. انت مو مسلم، يعني المسلم ما يسويه. سيد. تخلي هذا نفس المشهد يتكرر بواحد من اخوتك سيد. ويجيبوا لك الخبر بانه لقينا اخوك يا احمد خاطفي ومقطعين جثه الى قطع ومخليها بقواني. صحيح. ردت فعلك شنو؟ صدام. ما اعرف شو احكي وياك. ليه؟ انت تدري ليش؟ ما جاي اشوف على ملامحك اثار الندم. لا والله. ولا جاي اشوف على ملامحك اثار الرحمه ولا انت ماكو اصلا كل شيء ماكو. ما ادري شنو اللي بداخلك شنو اللي ببالك. بالمقابل انت شغلتك تقول حداد صدر. نعم سيدي سيارتين. سيارتين عندك؟ اي. شنو الوحده اول وحده بيجو؟ والثانية شيري سيد طيب الأخو يشتغل بيها. شي ينطيك أخوك بالله؟ سيد ما أريد منه بس أقول لك كان يشتغل بيها براج باب شرس. زين من شغلك أنت شو تحصل باليوم؟ بالمحل؟ سيد تشيد خير من الله. يعني 200-150 يومية 300. يعني أنت عايش عيشة ملوك سيد. إذا تحصل باليوم 100 مو 200 سيد كان عدي هم بالشهر 3 ملايين سيد محل وقراج مال وقوف سيارات. ليش محتاج لعد جابك على هاي الشغلة؟ سيدي حيدر حيدر شنو انت ما عندك عقل؟ سيدي ترى ما خجلت من نفسك؟ ما خجلت من روحك؟ مرتك هسه من نشوفك انت ما تخجل من البشر المقابلك؟ انت لو خجلان بذيك اللحظه لو تقدر صدق انت تبدي حسنيتك كان اول ما دخلت للبيت والولد كان بانفاسه الاخيره نفسي. احاول انقله للمستشفى مكان ما اطلع جثه نفسي. مو نعم شيء صحيح بس ما يفيد الحكي. ورب العالمين ياخذ جزاء منك قبل القضاء نفسي. لان انت كنت سبب بيتهم طفله ما تجاوز عمرها السنة ورملت امرأة وفلشت أسرة كاملة. كلمة أخيرة لمن تحب توجه سيدي بس جهالي شو تقول لهم جهالك؟ انت بالك مع نفسكم بس هذا اللي قدرت عليه؟
لو ما مسوى هاي فعلتك كان هسه انت وين؟ مجهز. مشاهدينا الكرام ابقوا ويانا، راح ننتقل للمجرم الثالث لكن بعد هذا الفاصل القصير. وصلنا وياكم مشاهدينا الكرام للمجرم الثالث في قضية خطف وقتل المجنى عليه محمد ناجي كريم الشمري. اسمك؟ أحمد عبد الرسول. اسم الأم؟ مريم كاظم. مواليدك؟ 92. سكنك؟ شوذال عبيدي. مهنتك؟ أمانة، أمانة بغداد. موظف؟ موظف أمانة بغداد. أحمد، احكي لنا عن قضية خطف وقتل المجنى عليه محمد ناجي كريم الشمري وبأدق التفاصيل. سيدي هذا الولد محمد صديق حيدر. زين. يروح وياه يجي هو وولد حيدر ثاني. يعني صديق حيدر من شقد الفترة اللي يعرفه بيها؟ ما اعرف بالضبط. زين. قال لك صديقي؟ اي صديقه يعرفه صديقه. زين. يوديه ويجيبه بالسيارة مالته. ايش عنده سيارة؟ لنتا مضلعة. شنو لونها؟ ما ادري سيدي. زين. ما ادري. فسيدي قال لي وديني ويجيبني صاحبي اذا جيب لي جاي وكتله واخذ السياره من يمه. زين. اتفقنا بالقهوه وجابه هو الولد ثاني يوم جايبه الصبح. قال له تعالي شلون وجايه. زين. انا هاي الاثناء بالدوام خابرني الساعه تقريبا الساعه 2. زين. خلينا نرجع قبل هذا الموضوع، منو منو قاعد بالقهوه؟ انا سيدي. لا شلون تقول تخابرون؟ ها؟ احكي لي منو قاعد بالقهوه وش اتفقتوا وش حكيتوا؟ اي انا سيدي بالقهوه واحمد اي وحيدر و... ورحمان. زين. شنو الحديث اللي دار بيناتكم؟ سيدي هو بسرعه الموضوع انفتح، حيدر هو الولد حيدر راد يسويها. زين. قال لي جيبوا اخذ السياره من يمه وانا ضم السياره انا اخذها لي السياره. شو يسوي بها السياره؟ ما ادري سيدي. زين. هاي هذا الحديث صار اتفقوا يعني. زين. وافقتوا؟ سيدي مو وافقنا، هو بعد هذا يسوي هو جابه من جابه الولد جابه كتله خابر قال انا كيك. زين اوقف هنا انا خلينا نتوقف هسه. انت اتفقتوا؟ اي سيدي. على على انه تجي السياره وتقتلون المجنى عليه. اي. تاخذون السياره. اي. قبل هذا كله من ما لكم نصيب بفد شيء؟ ما لكم حصه؟ شنو الغايه من دخولكم بهاي العمليه؟ سيدي هو حيدر راداها، هو حيدر يعني زين. هو واحد وقفتكم ويا شنو؟ بالبدايه واحد هذا يسويها. زين. اي بعدين ما قدر ودع علينا. زين. ما قدر يعني واحد يكمل و... انت اصدقاء انت وحيدر؟ اي سيدي يعني صار شقد؟ تقريبا اقل السنه. زين. اي سيدي. وباحمد؟ قبالنا كانوا. يعني هم صديق؟ اي وشالوي. ورحمن؟ لا سيدي هسه عارفه صار تقريبا شهر اقل الشهر. زين. ايه. كمل. من بعد ما طلعتوا من القهوه اتفقتوا على ثاني يوم؟ اي ثاني يوم. شنو اللي صار ثاني يوم؟ هو الولد جاي الصبح. حيدر مخابر؟ ايه مخابر هذا الولد محمد جاي الصبح طول البيت بعد تفاصيل ما ادري كاتله. زين. كاتله مسدس. الساعه 2 خابرني قال لي وين انت؟ قلت له انا بالدوام بعدني. قال عود من تجي تعال للبيت. لخوش فما اقدر. ما قال لك غير شيء؟ شنو؟ لا لا ما قال لي. ما قال لك انا قتلت شخص بالبيت؟ لا لا ما قال لي. وياي ولا صديقي وياي بالسياره صاعد. زين. يعني احنا جايين من حل الدوام وجايين اربع سويه. قلت له حجيب ولد وياي. قال لا تجيب اي واحد وياك بس انت تعال. ايه يا بخوش. فوصلت للبيت يعني ما صار واحد اروح له جاي طب للبيت هو جانب الباب. وصلت البيت حيدر؟ اي سيدي. ودخلت؟ اي سيدي. كمل. قلت لهم قطعوا وانا بالليل اجي اخذ منكم بعد شوي اجي اخذ ذبه خلنا اخلص دوامي. رحت وجيت لقيت بعد ما قطعينه. وين رحت؟ للدوام رجعت. زين. رجعت للدائره. النوبه جات لهم لقيت ما قطعينه فقطعته وياهم. شلون صارت؟ انا واحمد وحيدر. شنو قطعتوه؟ شلون صارت الاليه؟ شلون صار الاتفاق؟ ودينا حيدر جاب منشار وطبع. قطعنا بيها بالمنشار وطبع. شلون قطعته؟ قص سيدي بالمنشار. منين قصيته؟ برجله. وهاي رجله قصيناها. انت ايش قصيت؟ برجله سيدي هاي اليمنى؟ ايه سيدي. وبعد؟ اي سيدي قصه وبطنه فتحنا بطنه. من القصه وغير انت انت انت؟ انا واحمد سيدي. انت واحمد؟ انا واحمد. انت ايش قصيت؟ قصيت رجله سيدي. وبعد؟ هاي سيدي واحمد كمل العلي. بعدين ايش سويتوا للجثه؟ قالوا نحطها بقواني.
خطب قوانه وبالليل نذبها. زين. سيد عفتهم وطلعت بعد. طلعت وين رحت؟ طلعت برا عفتهم وطلعت برا، قلت لهم بالليل وين نجيكم، حطوهم قوانه بعد انا عفتهم وطلعت. وين توجهت؟ توجهت طلعت برا يعني راحت. إيه وين برا وين؟ بالسياره طلعت للبيت رجعت. ايه؟ اي قلت لهم بالليل اجيكم. كلش من الظلم. زين هنا بهالحاله من رجعت للبيت ملابسك بيها دم؟ لا سيدي. لا عاد. ما بيها دم. رجعت للبيت وصلت للبيت، سويت بالبيت؟ بقيت بالبيت قاعد شوي، بقيت هنا طلعت بالباب قعدت. ايه؟ ايوه بالليل جاي اتمشى، طلعت جاي اتمشى قالوا جت الشرطه. من اللي قال؟ بالشارع يعني الشرطه، جت الشرطه. زين. شي بقيت انا مرتبك يم السوق واقف، ابوه عليهم وجوا على بيتنا. عفتهم وشردت. وين انهزمت يعني؟ ها سيدي؟ وين رحت؟ رحت الكربلاء. ايه؟ بقيت بكربلاء. ايش قد بقيت؟ بقيت تقريبا اربعة ايام خمسة. كربلاء. بعدين؟ رجعت. كمل. رجعت سلمت نفسي. يعني هاي العملية كلها. اي سيدي. انتو اربع افراد. اي سيدي. عصابة. اي سيدي. بالبداية قلت مساعدة، حيدر قال انا اريد سيارة واريد اشتغل، راح نصبغها ونسويها توأم ونجيب لوحات تشبه لوحات سيارة اخرى. اي قال لاحمد. راح تكون نفس اللون نفس النوعية يعني. اي سيدي. هنا شنو كان نصيبك مثلا من موضوع اذا سيارة اخذتوها وبعتوها او سويتوها، شنو نصيبك؟ شو راح يلوحك منها؟ مالي شيء. الك حصه؟ لا سيدي. بمبلغ معين؟ لا لا سيدي. الك فد كراميه من شخص اخر؟ لا سيدي. لعد ليش هيك؟ هيك. الدافع شنو كان؟ مساعده. مساعده لمن؟ مساعده. زين انت ما ساعدت هذا من كان بانفاسه الاخيره؟ شنو ذنبه؟ عندك عداوه وياه؟ لا سيدي. تعرفه قبل؟ لا سيدي. تطلبه؟ لا سيدي. ساعدت جماعتك اللي هم المجرمين وياك، بس بشنو ساعدتهم؟ ما ساعدتهم في شيء مشرف. صح. يعني اريد اشوف شلون انت انطاق قلبك وانت جاي تقطع رجل بشر. هم الدكتور اللي هذا لا سامح الله اللي يصاب بمرض الخطير يسموه الجنجري او ما يشابه هيك شيء. من يدخلوا صالة العمليات هم كمامة وتعقيم وآلات طبية وما اعرف شنو يبيهم اللي يتخربط انت شلون قدرت تقاوم ويا نفسك؟ تشوف واحد بشر قدامك وجاي يقطعه. ايش كان الاحساس عندك بوقتها؟ خايف استاذ. من شنو خايف؟ انت لو خايف ما تسويه. ما الخوف خلي نعوف على صفحه. لا خفت سي. خفت. يعني خفت وتماديت بفعلك. لازم اكمل حتى نخلص منها. رحت للبيت رجعت، هسه انت لو تريد تخلص منها كان اخذته بنفس الوقت غير مكان، قلت بالليل وظليت رحت للبيت، انا متاكد رجعت للبيت يجوز تغديت وسبحت وبدلت وما وفد شيء طبيعي مو صح؟ يعني قتلت هذا الانسان البريء بدم بارد والغايه ما لك لا ناقه ولا جمل والمجني عليه الله يرحمه وربي يسكنه ان شاء الله فسيح جناته محمد عنده طفله ما تتجاوز السنه من عمرها يتمتوها المرأة رملتوها والدته كسرتوا قلبها أبوه فجعتوه أسرة كاملة فككتوها من لا شيء سبق أنا وحكيت ويا أصدقائك خلينا نسميهم أو أفراد مجموعتك شنو قيمة السيارة؟ إيش قد راتبك والله أنت إيش قد تاخذ؟ سيدي راتبي 450 زين. وعندي اسم ثاني إيه؟ يعني ضافوا لي 450 ايش قد؟ 450 استلم ايه؟ باربع يعني مليون الا 100 يعني 900 الف اي شيء لو مساعد اصدقائك في شيء مشرف تقدر تشيل من راتبك وتنطيه لان انت ما محتاج مو تساعدهم بهيك فعله اهلك مكانتهم هسه شنو بين الناس؟ والدتك زوجتك ايش تتصور زوجتك راح تبقى تقول انا عندي والله رجال وهيك يسووا هيك لو بنتك راح تقول والله عندي اب مو اريد رساله توصلها للشخص
والله معين من عائلتك؟ مو انا وصى الشباب. عوف الشباب، انت ما النصيحة انت ما تنصح، تدري ليش؟ لان لو تنصح كان نصحت نفسك. عوفنا من النصيحة، اريد رسالة منك توجهها لأعز انسان عندك بحياتك. من هو؟ لابوي. شو تقول لابوك؟ اقول لابوي سامحني. بعد سامحني وهاي وكل شيء يصير بيها استاهله. تتصور يسامحك؟ لا يعني هسه راح يشاهدك من خلال شاشة التلفاز. لا ما يسامحني. مو بس هو، جيرانك راح يشوفوك، قرايبك راح يشوفوك، زوجتك واهلها. زين بالمقابل الموظفين اللي وياك، موظفين انت بدائرة وهذا مجتمعنا، شنو هسه قيمتك يعني؟ انت نهيت حياتك بايدك من وراء فعله ما صار من وراها فشي مشرف نهائيا. مشاهدينا الكرام ابقوا يانا، راح ننتقل للمجرم الرابع لكن بعد هذا الفاصل القصير. وصلنا وياكم مشاهدينا الكرام للمجرم الأخير والرابع اللي هو ضمن أفراد العصابة اللي قامت بخطف وقتل المجنى عليه، محمد ناجي كريم الشمري. اسمك؟ عبد الرحمن عيطري. مواليدك؟ 94. شغلك؟ عمالة. سكنك؟ عبيدي. عبد الرحمن احكينا عن الحادث شلون صار وبأدق التفاصيل. سيدي قعدنا بالقهوة. قعدتوا بالقهوة انت ومنو؟ أنا وأحمد التميمي وحيدر واحمد الثاني. زين سولفنا بالقهوه سيدي. على شنو سولفتوا؟ على الولد شلون يجيبونه شلون يقتلونه. منو كان المخطط للعمليه؟ احمد التميمي كلها سيدي. وحيدر شنو كان دوره؟ حيدر دوره هو يقتل. زين وانت شنو كان دورك؟ انا دوري سيدي اراقب براس الركن واعرف. اجى ثاني يوم خابره الولد؟ اجى اي اجى الولد ثاني يوم سيدي. زين من اجى وين خليته؟ بيا بيت بيت حيدر. من جابه؟ حيدر؟ حيدر جابه. زين انت وين كنت؟ انا واقف برا كنت سيدي. بيش ساعه تقريبا؟ الساعه 8 الصبح. زين وش شفت هناك صار؟ حيدر سيدي وطقات طلقة. زين ببطنه. احمد التميمي وهذا احمد شالوه. كنت واقف بالركن؟ اي سيدي. ايش صار بالبيت؟ سيدي حيدر ضرب الولد طلقة. زين طلعت مرت حيدر تصرخ. هي ومنو؟ هي وجهالها. زين اتخذت جهال وبغت تصرخ بالشارع. وين اتجهت؟ صراحة سيدي اجرت هو سيارة وراحت. وانت وين كنت؟ انا واقف بالركن. شو تسوي؟ وسيدي اراقب. اي وبعدين شنو اللي صار؟ اللي صار حس اجى احمد التميمي وبالسيارة. انت كنت موجود من اجى احمد؟ اي موجود سيد من نجاح احمد النوبه اللي خليته وشردت. وين رحت؟ رحت للحبيبيه. شو تسوي بالحبيبيه؟ هناك يم جماعتي. اي سيدي. زين وبعدها؟ وبعدها رجعتهم للعبيدي. زين بهاي الفتره اللي انتقلت بيها من مكان الى مكان اخر ما حد اتصل بيك؟ ما حد خابرك؟ لا خابرنا حيدر. ايش قال لك؟ قال لي وين رحت؟ انا قلت له شردت. اي سكت ما حكى يعني؟ سد التليفون وبكي وسكت. وبعدها؟ وبعدها سيدي انا هم رجعت للحبيبيه اقول العفو هو للعبيدي. البيت حيدر؟ البيت حيدر. شو تسوي رجعت؟ وانت تدري اكو شخص مجني عليه بالبيت؟ اي سيدي صرت اشوف حيدر تسوى. اي يعني خلص عن السالفه اللي بعده. زين شفت احمد التميمي قطع بيه هو هو واحمد الثاني. اي اي سيدي. وبعدين؟ وبعدين سيدي انا هم رحت للبيت والنوم جيت بالليل برجلي. شلون؟ انا جيت سيدي برجلي. ايه جيت عس سويت نفسي عس كل شيء ما ادري. اخذونا قوات الامنيه سيدي. زين انا وحيدر بس. والبقيه؟ احمد استاذي مو احمد التيمي لا احمد الثاني ثاني يوم جابوا ورانا. يعني شفت الموضوع؟ اي سيدي شفت. انتهى الموضوع. شنو اللي حصلته من هاي العمليه كلها؟ هذا جزاته. طوك فلوس؟ لا سيدي. واعدوك بفلوس؟ لا. واعدوك يعينوك بمكان معين؟ لا سيدي. املوك بفد شيء خير تشوف نفسك؟ لا. راح يشتروا لك بيت مثلا؟ لا. ينطوك سياره؟ لا.
لعد شنو الموضوع اللي صار عندك؟ بشنو انت اقتنعت؟ هو سيد انا اقتنعت وحدي. شلون؟ ما ادري يعني من قعدتوا بالقهوة وصار الحكي بيناتكم، راح نجيب الولد، نجيب البيت، نكتله وناخذ السيارة مالته، راح نسوي هيك نصبغها ونبدل لوحاتها ونسويها توأم. انت شنو قناعك بالموضوع كله؟ وعدوك بشي؟ لا سيدي ما. لا شنو فزعة من عندك؟ اي سيدي. ليش؟ سيدي لعبوا بعقلي. يعني ايش قالوا لك؟ قالوا خلينا نكتله وهاي و... ايه سيدي هم لعبوا بعقلي سيدي. هي يعني ايش قالوا لك؟ بشنو قنعوك؟ السيد هم هو هذا حيدر هسه نقول لو منطيك فلوس هم اقول لك غروك بفلوس. اي سيد انطوك فد وعد لموضوع معين نقول وعدوك. هو حيدر هم وعدني سيد. شو وعدك؟ هو هم وعدني بفلوس بورقتين. وانت على مود ورقتين تقتل بشر؟ زين انت تشتغل عماله، الورقتين بش قد تطلعهن؟ ها سيدي الورقتين ايه؟ بشغلك هذا مال العماله ايه؟ بش قد تطلعهن سيدي؟ بأسبوعين بثلاث أسابيع. بأسبوعين؟ إيه. إيه طلعة. إيه. ما يكفنك؟ آه. ما يكفنك؟ كفن وزا. أنت متزوج؟ لا. أمك عايشة؟ لا لا متوفية. منو العايش من أهلك؟ أبوي. وبعد؟ وأخوي. شو تقول لهم هسا؟ هما جاي يشوفوك بالتلفزيون. إيه سيد. شو تقول لهم؟ أقول لهم أنا مجرم. إيه. وأنا هذا جزاتي. كلمة أخيرة لمن تحب توجهها؟ أم سيدي؟ كلمة أخيرة. ايه؟ أبوك شو تقول له آخر شيء؟ آخر شيء؟ أقول له يا أبوي سامحني أنا هذا جزاتي يا أبوي. مشاهدينا الكرام انتهى التحقيق مع المجرمين الأربعة أو أفراد العصابة اللي قامت بخطف وقتل المجني عليه محمد ناجي كريم الشمري، ومثل ما شفتوا سير التحقيق والأوراق والإفادات المصدقة قضائيا طبعا كله بجهود قوات الاستخبارات ومنظومة الاستخبارات بقيادة السيد اللواء وكل منتسبي وضباط شعبة استخبارات اللواء الخامس. انتظرونا مشاهدينا بعد هذا الفاصل. أحمد التميمي وأحمد العتبي وحيدر وعبد الرحمن هم أفراد العصابة. راح ننتقل وياكم مشاهدينا الكرام لمكان كشف الدلالة لكن بعد هذا الفاصل القصير. وصلنا وياكم أحبتنا مشاهدي برنامج الكاشف من بعد الفاصل المكان الحادث ومكان كشف الدلالة اللي تم من خلال استدراج المجنى عليه الله يرحمه محمد ناجي كريم الشمري اللي تم قتله وتقطيع جثته في هذا الدار التابع للجاني حيدر. حيدر راح تحكي لنا التفاصيل شلون اجى المجنى عليه، شلون تم استدراجه، طريقة طرق الباب، من طلعت له، وين وضع سيارته، وين قعدته، وكيف تم اطلاق النار عليه. اي سيدي صار. زين جينا احكي يلا تعال. سيدي خابرناه قلت لك احنا بالليل. زين. فالصبح هو خابرنا. علي صوتك. خابرنا الصبح الساعه 7. زين. 7 وربع تقريبا سيدي. زين. قال انا جايك بالطريق. فانا قمت قلت لك من بين ما غسلت وجهي وهاي انتظرته اجى طبق سيارته هنا سيدي. زين. دق علي سيدي طرف طلعت له ما طلعت براني. زين. بس فتحت الباب. زين. قلت له تعال طب جوا. سيدي اجاوب طب جوا. ما قال لك ممتنع عن الدخول للبيت؟ لا 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 سيدي لا. زين لا. لين واثق هو منك ايه بدايه كمل طب جوا طب الاستقبال سيدي. زين بال قاعد سيدي انا سرقت ذاك الباب الجوال على الداخل سيدي. زين راح ندخل جوا. اي سيدي تشوفنا المكان بالضبط. ايه سيدي. صار سيدي وين قعدته، وين تم اطلاق النار عليه، وبعدين شنو اللي صارت الاحداث بعدها. صار سيدي. مشاهدينا الكرام قويانا راح ندخل للدار اللي صارت احداث الجريمه بداخله وداخل اروقه هذا المنزل، راح نشوف كشف الدلالة الحقيقي أو مع سبق الإصرار والترصد بكو يعني. جيت؟
دخل وياك المجنى علي. اي سيدي. زين. طبيت انا قبل سيدي. زين، وين طبيت؟ من اول سيدي. اي. كان يسال الفتاوى انا. نعم. فتحت الباب وين سيدي؟ اي. كان من هنا انت هذه الكراسي شوفها. زين. والنيز هنا. زين. ومن هنا سيدي الفار مخدات. زين، هو وين قاعد؟ قاعد هو مباشرة ورا حجي. زين. سويت انت بهاللحظه؟ سويت انا سيدي. ايه؟ هذا الباب سديت سيدي. سديتك؟ من جوا سيدي. زين. ها؟ وطلعت من سيدي سيدي وطقيت. قبلت هيك من بعيد، ايش قد المسافه كانت؟ يعني هيك من زين. هو بالبيت منو كانت؟ منو كانت زوجتك؟ اي سيدي. زين. وقع هنا سيدي. زين. فلش هذا الباب من هناك مره طلعت دق بالباب حلو صرخ. زين. من سمعته طاقه سيدي. ايه. ومن جتاته شافت كل ولد قلت جاء سيدي طلعت من النار طلعت. زين، ليش ما صحيتها انت؟ وين سيدي؟ ليش ما صحيتها من رادت تطلع؟ اقول لك خذ سيدي صرخ. زين. فورا ما طلعت هي سيدي انا وقفت هنا سيدي. زين. صابرت انا من سيدي. ايه. اجاك احمد؟ اي سيدي. طبق سيارته يم الاسواق. زين. واجا يعني ما تاخر عليه خمس دقائق اجاني قبل. زين. اجا قاعد يم سيدي الكرسي كذا اسم ايدي سيدي هو. زين. هو قال لي بس تتحرك اطقك بعد سيدي. زين. مركن من كان واقف؟ علاو سيدي. علاو عبد الرحمن. هو احمد. زين. هو عبد الرحمن زين. سيدي واقف بركن ولا ما اجانا احمد. زين. خابرنا سيدي وقف يم السياره قال له وقف يم السياره بركن من المدرسة. اي بس هناك بركن سيدي. زين. مثلا نريد نطلع او حركة تجي او تصير مثل يعني واحد مثل قاعد او فتشي هو قبل يعطيني خبر بالتليفون سيدي. زين. اي سيدي. بقينا انا واحمد احمد قال يجيب من الغرفة سيدي هذا الازاز سيدي. جبناه لفيناه به سيدي. حبل. هنا هو كان بعده بانفاسه الاخيرة. اي سيدي. كان ما متوفي. الساعة تقريبا بالتسعة سيدي الساعة ونص هيك كان بعد بانفاس ما مفارق الحياة. لا لا اي بس فاق سيدي. بعد ايش قال؟ فاق هو قلت لك بهذا الوقت فقد هو من لفينا سيدي. زين. ايش عجب هاللحظة وهاي الرصاصة وهذا المكان اللي كان ما نزل فيه؟ لا سيدي نزل. ايش قال؟ تقريبا هيك يعني قليل مو هواي. زين. اي بس غسلت سيدي. اي. من جاني احمد سيدي من لفينا سيدي. زين. وخابرنا سيدي جانا احمد التميمي. سيدي على اساس هو اللي طلع سيدي. زين. بعد هو هنا سيدي واحنا قاعدين اجانا احمد سيدي طبوا السياره ما قدر فخلاها قلت لك صعد لي هيك. زين. سيدي قلنا له يلا بدا دورك هو سيدي احنا اساسا بالنسبه لي مثل دوري نشوف خلاص. زين. دورهم هو احمد سيدي طلعون الجثه. زين. من الاقتراح بانه الجثه ما راح تطلع ما راح نقدر نطلعها الا نقطعها؟ احمد تميم سيدي. زين. كان هنا المجنى علي. اي سيدي. وين اخذته؟ شالوا سيدي من هو احمد واحمد الثاني سيدي احمد واحمد وين هو احمد واحمد. مثل ما شفتم مشاهدينا الكرام مجريات الجريمه والحادث اللي قاموا افراد العصابه الاربعه المؤلفه من احمد تميمي احمد العتبي حيدر وعبد الرحمن اللي كانت مهمته ودوره يراقب الركن او يراقب الفرع مرور الناس مرور الجيران منا مثلا حتى لي يكون عندهم معرفه او درايه بشنو اللي يصير بالبيت حتى ينطيهم علم او بلاغ اذا كانت سياره تابعه للقوات الامنيه اذا كان الموضوع بشك وريبه لهنا حتى ياخذون الحيطه والحذر جراء فعلهم. احمد واحمد خابركم حيدر فجيت ودخلتوا البيت بالبدايه ردت تدخل السياره البيك اب اللي تابعه للدولي ردت تدخلوها فما دخلت ايش سويتوا بعدين؟ ما طلعت قلت لهم اجيكم بالليل رجعت انت دخلت لهنا بعدين من اتصل بيك؟ ايه ايه وش اقترحت عليهم؟ حتى تقدرون تنقلون الجثه وتسهلون عمليه اخفاء المعالم الموجوده هنا. قلت لهم قطعوه. شلون؟ هم قلت لهم قطعوه طلعت. يعني شنو بعد ما ادري؟ يعني قلت لهم قطعوه انا اجيكم بالليل اخذه. ايه؟ هاي. زين منو القام بالتنفيذ؟ بفعلة التقطيع ومن لزم المنشار ومن لزم الباص. طلعت بعد ما جيت. حيدر احكي. سيدي سيدي سحبوه احمد واحمد الثاني. زين. احمد واحمد الثاني سيدي. ايه. سحبوه من هنا الباب الحمام سيدي. زين. انا قلت لك شلت الفراش والدم دبيت اليومين. زين. منو جاب المواد من الانشائيين؟ سيدي. جبت لهم منشار؟ ايش قال لي؟ كتب؟
اي سيد قالوا لي لان احنا ما نقدر نطلع ونطب مشبوهين يعني مو من قدمهم انا فانت دورك تجيب لي اي سيد خبرت على عبد الرحمن سيدي قال ماكو شيء اطلع احكي له انا اريد الدور دور احمد واحمد هناش سووا بالضبط فانا من طلعت سيدي هو جبته هنا سيدي من طلعت اجيب الغراض سيدي وارجع لقيت الجثه بباب الحمام اي سيد زين من اللي ساحبها احمد واحمد اي سيدي زين. بس هم بالبيت زين ها سيدي قطيتهم الغراض قطيتهم الغراض انا دوري بديت اطلع سيدي بالباب حتى متراقب وارجع وصعد فوق لان هاي مفتوحه المنطقه عوف هذني المسميات وعوف هاي التفاصيل كلها لان لو انت بوقتها كانت عندك رحمه عليه هو كانت كان بانفاسه الاخيره تقدر بنفس السياره تاخذه تخليه وتنقله لاقرب مستشفى صح؟ بس انت سويت العكس خلي نعوف هاي التفاصيل كلها ما اريد انبك هسه مو احكي لي شنو اللي صار بباب الحمامه جاب لك المواد حيدر سيدي قطعنا شلون مشاهدينا الكرام قبل لا نكمل التفاصيل خلينا ننتقل للمكان اللي صارت فيه جريمه وصار فيه تقطيع جثه المجني علي محمد ناجي كريم الشمري ابو يا مشاهدينا الكرام انتقلنا لمكان كشف الدلالة الآخر والمكان اللي من خلاله تم تقطيع جثة المجنى علي محمد ناجي كريم الشمري احكي لي بالتفاصيل نقلتوا أحمد وأحمد جبتوا المجنى عليه ووصلتوا لهنا ايش سويتوا حيدر جاب لكم الأدوات اي سيدي ايش جبت لهم سيدي كتر ومنشار والمرة سيدي زين قطعناه اي قطعناه منه قطعناه زين ايش دي قطعناه زين وله نصه زين ودي زين قطعناه حطيناه وين خليته؟ بشنو؟ بالقاع حطيتهم بالقاع زين العظام شلون قدرت تبصها بالمنشار؟ عظم بني ادم قوي وعظم بني ادم يراد له فشيء اقوى من المنشار البدايه نقطة كل الهمان سيدي زين قلت لك انا اغسل ساعدي سيدي قال لي هاي ما نقدر المنشار زين تجيب لي من عنده طبر سيدي طبر اللي هو الفأس نقول اي هو شلون الفأس سيدي زين حاده جبت وضعته انا سيدي زين كملت بها سيدي زين انطيت هي اي سيدي سويت فيها والطبر قبل منطق بالعظم زين انفصل انفصل العظم خليته بعدين وين بالحمام هم بالقاع اي وبعدين يعني شلون قدرتوا تلملمون اشلاء المجنى علي؟ جبت اربع جوانه سيدي جبت جوانه مال طحين اللي ذكرتهم بالتحقيق من الفرن مال اللي صمون اي سيدي وحطيتهم زين هذا الازار سيدي اللي كنا لافينه به سيدي هذا؟ اي سيدي زين وهاي الجوانه اللي كنتوا تستخدموها؟ اي سيدي هي عندي جبت الجوانه سيدي زين هذا المكان مفتوح فوقاكم شنو بس هذا باوع؟ باوع باوع اللي فوق شكو باوع بس باوع زين ما خفت مني ما خفت من 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 رب العالمين اللي يشوفك انت تسوي هيك فعله زين خلي بمكان هذا خطيه المجني عليه اخوك شو تسوي له اللي يسوي اخوك هيك ها شو تسوي له حاجيني يعني شنو ما ادري العاد مني اللي يدري انا ادري احمد ما سيدي انت ما سمعت منك ولا حرف نعم سيدي شنو احنا بالهاي اي نعم سيدي جاب لنا هيدا الغراض اي ودول جاب لنا دورك الرئيسي شنو كان سيدي خبرنا هيدا قال لي على مود سياره حمل بيها اي نجيت لقيت هنا احمد تميم وهيدر لقيت الولد ميت زين اي شلنا بال شفتها سيدي زين جبتوه من هناك لهنا من هنا سيدي بقينا نقطع اول ما اريد اليسرى سيدي بقينا نقطعها سيدي وطقينا الفاس خلي اكو جوان هنا خليها بالجوان سيدي فقط كمل احمد الباقي هم سيدي كملنا خليناها بالجوان حيدر قام بالغسل البكاء حيدر انت ما ساهمت بالتقطيع؟ لا سيدي ما بس ساهم. انا اقول لك سيدي يعني اللي حكيته جبت المنشار مثلا سيدي الجوان انا جبتها سيدي بس بيدي سيدي ما ساهمت ابد سيدي سيدي زين منو بيكون قصاب؟ ما حد سيدي ما حد القصاب من يذبح ضحيه يذبح فتشي نذر فت خروف هم يقول بسم الله والله اكبر وهم ايده تقوم ترجف بالسجين صحيح هم سي نا ايدكم ما رجفت انا بس هيك ارد اسال هذا السؤال احمد ايدك ما رجفت
من لازم المنشار وتقص برجل الولد؟ اي سيدي هاتف. ها؟ اي سيدي هاتف. ليش لعد؟ ايش سويت؟ ما بكيت؟ ما تبكي. لان هسه انت لو عندك تحس بذنب، انت اصلا مشاعر بذنب. لو عندك شعور بالذنب وعندك شعور بالمسؤوليه وعندك شعور بتفكير بالاخرين والناس، شنو ذنب على مود السياره؟ زين. شنو اللي انطاكم اياه حيدر؟ هي كل هالسياره ردتوا تسووها توأموها صبغوها وتخلون رقم مشابه لسياره اخرى يكون نفس الموضوع. انطاك فلوس حيدر؟ لا سيدي. ليش انطاك؟ كل شيء مختان. زين، على شنو انت جيت وياه وساعدته بالجريمه؟ هو خبرني قال لي سيدي تعال. وقفتك من عندك الى شنو؟ على اساس سيدي. لين صديق؟ سيدي على سيدي هم اللي اقترحوا هالموضوع سيدي علينا. انا عبد الرحمن سيدي بالقهوه. زين. يعني هم اللي خططوا لهذا الشيء سيدي. وانت هم نفذت. اي سيدي. انت هم نفذت. انت هم نفذت. بس يعني يقول لك تقول حيدر شنطك سيدي. لا هو اللي هم اللي اقترحوا علي. اكو من ينتمون لجماعات الارهابيه يقطوا يغروب بمساله ماديه افد موضوع معين. شنو اللي انطيتهم اياه انت وشنو اللي هم اعطوك اياه؟ كل شيء مستفادين. اي سيدي. مو؟ وعلى مود السياره وعلى مود مغريات الدنيا اللي اخذتكم ما اعرف وين. مشاهدينا الكرام مثل ما تشوفون. احنا وياكم بمكان كشف الدلاله اللي قاموا الجنات بقتل المجنى عليه محمد ناجي كريم الشمري في منطقه شهداء العبيدي. ومثل ما شفتوا طريقه دخولنا المنزل وكيفيه قيامهم بالحادث خطوه بعد الاخرى ووصولا الى هذا المكان اللي هو الحمام، ومن ثم تقطيع جثه المجنى عليه ووضعها في اكياس اللي هي عباره عن اكياس طحين. ارادوا ينقلوه الى مكان حتى يخفون معالم الجريمه اللي قاموا بها، بس رب العالمين كان مسلط عليهم قواتنا الامنيه اللي وصلت الى مكان الجريمه في وقت جدا سريع، ومن ثم تم القاء القبض عليهم. زوجتك من كانت هنا راحت بعد ما تعرف بيها، ما صار عندك بيها اتصال؟ لا سيدي. مخابرتها؟ لا سيدي. ما قلت لها انت وين؟ ما حبيت تعرفي وين راحت؟ لا سيدي. التهيت؟ لان كان عندك شغل افرض من انت سيدي. تتصل باللي مثلا يجوز تقول لاهلك، تقول لاهلها. بالمقابل انت خسرت عائلتك، خلينا نعوفها، ما لنا علاقه، انت مشيت في طريق غلط. صح سيدي. الاخرين نفس الحاله، انت متزوج عندك اطفال، اطفالك الله اعلم مشتاق لهم ما مشتاق لهم، بس رب العالمين شوف ما يضيع حق كل مظلوم. واذا انت تقول انا مسلم وتعرف حق المظلوم فتعترف بذنبك، بس انت ما اعترفت بذنبك ولا عندك انسانيه ولا رحمه، كلكم مجردين من هاي روح الرحمه اللي رب العالمين زرعها بينا. مشاهدينا الكرام انتظرونا لكن بعد هذا. مشاهدينا الكرام وصلنا وياكم من بعد الفاصل الى اللقطة الاخيرة في برنامجنا، برنامج الكاشف، اللي هي مواجهة الجنات باهل المجنى عليه اللي راح ضحية اثر هذا العمل الغادر الجبان اللي قاموا به مجموعة متطرفة، مجموعة لا تمت للانسانية والرحمة بصلة، اللي متألفة من اربعة افراد: احمد التميمي وأحمد العتبي وحيدر وعبد الرحمن. راح تشوفهم كاميرا برنامج الكاشف اللي هم قاموا بفعلتهم وجريمتهم البشعة تجاه الشهيد المغفور له رب العالمين إن شاء الله يسكنه فسيح جناته، الشهيد محمد ناجي كريم الشمري اللي قاموا باستدراجه إلى منزل في منطقة شهداء العبيدي، ومن ثم قاموا بقتله وصار ما صار مثل ما شاهدتوا بمكان كشف الدلالة. الأسئلة راح تتوجه من أهل الضحية، أهل الشهيد، أهل المجنى عليه، الشهيد محمد ناجي كريم الشمري، وإلكم الأسئلة وقدامكم الجنات. لا وحق أمير المؤمنين بس خلى فوق قلبه، خلى فوق قلبه، خلى فوق قلبه، والله معك.
هاي بس انا افوق قلب بي والله بس يعني هو هذا والله ما راح اخلي على حالكم هذا يا ابن انا ما اقدر اعصابي واحد احلفك بحالي برضحت ما راضي حريطه امك شرف اغلى شيء في الدنيا الشرف ماكو مثل اغلى شيء في الدنيا تعرف حمود شلون ربيته انا ولك ابو صقاب ولك ابو معوق ربيته واخبز ولكم اخبز ولكم حتى بالبيت اشتغلت خدامه بس شرف ما انطيت لا ربيت حمودي حمودي سيد حمودي تعرفون حمودي شنو سيد وانت النقص الضربه ولك وين النقص الضربه وين يلا حجي ولد اريد النقص الضربه يلا يلا تعال تعال النقص بس خلنا نشوف ابو كمان بس خلنا نشوف حمودي كلهم ضربه لا اريد الاول واحد كلهم ضربه على مترتاحين كلهم بس حدد في الوجه رحمة كلهم مشتركين كلهم بس يم بس هم بس يم 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 اتفقوا هم اربعتهم في سابق الامر قعدوا بقهوه رتبوا الموضوع استدرجوا بعدين محمد الله يرحمه الى دار حيدر فمن اجى هو حتى يوصلهم لمكان معين فاستقبل ببيته في حجه انه جاي ضيف عليه فمن اجى دخل محمد مامن لان الولد يعرفه رايح وياه وراجع وياه واحتمال بيناتهم سالفه واكل وزادوا ملح فصار الموضوع دخل للبيت التفاصيل بعد شنو اللي ببالك تريد تسأله اسأله بس من غير محور القضية إن شاء الله حيدر من اجى طبع عليك حمودي ايش نايم ايش توني قاعد لاق عليك تليفون بالباب ايه طلعت لبرا ايه صحيح طبقت جوا ايه صحيح ها ايه صحيح خلنا سمعك تطلع صوتك ايه صحيح طبقت جوا ايه صحيح ايش قال لك ايش قال ما قلت ايش لا ما قال لك لا قال لك ايش قال لك حمودي؟ ما قال لك هذا المسدس من يلك؟ لا سيد وين تحط مسدسته؟ ظهر سيد ظهرك؟ يعني اول ما طبوا الاستقبال يمك ضربته؟ سيد انت ما تقول استقبال انت تقول ديوانيه سيد يعني انت متخلف سيد بس عاد يتوسم فيك من الزنا زين ما ضربته طلقه ما ترسه؟ لا ظل هو بانفاسه الاخير ها؟ لا ظل بانفاس يعني ما تقريبا فوق الساعة زمان ظلت بانفاس أخيرة بعد ما جاء أحمد التميمي المفروض إذا كانت عنده رحمة ورأفة بقلبه يشيل محمد وينقله الأقرب مستشفى حتى ينقذ حياته زين ظلت بي روح ظلت بي أنفاس أخيرة بس مع ذلك لا قاموا بفعله أبشع من الأولى حيدر من ضربت طلقة وقع حمود إيش قلت وصل بيك ما حد يسوي لا حجي والله ما حجي سيدي ما حجي اي سيدي والله انا اريد توجه لهم كلام داخلك لفرد فرد كلام اللي يدور بخاطرك انا مشتعل النار حطك مشتعل حاس بيك حاس بيك وانا مثل ابنك وحاس بيك العظيم حمودي من راح لليوم انا نوم ما نايم اللي كله ما نام اللي كله اطلع برا افتر اقول هسه يجيني افتر واقول هسه يجيني كل سياره تفوت بالشارع تجي علي انا اقول هذا وين اجي وانتم مثل الشواذي
تاخذونا من الصباحيات، وحتى العصر من خابرتوه اجاني قال لي بابا جماعتي راح اروح لهم وعنده تليفونك انت، قال صديقي حيدر. انت تتنيم انت؟ ها؟ ليش هيك ليش؟ ها؟ زين هسه انا بدي اوجه سؤال بمكان ابو محمد. اذا سمحت بابا بالمقابل انتوا عندكم طلابه وياهم تطلبوهم بثار تطلبوهم فلوس، صاير قد موضوع سابق وياك بيناتكم انتوا بين بيت ابو محمد وانتوا شخصيا، بحيث حبيتوا ان تاخذون بثاركم. لا سيدي بعد ليش شنو فعلتكم؟ شنو كانت الغايه؟ بس انت كلكم الغايه شنو كانت منها؟ انت العتبي السياسي العتبي اللي قايل لاخوك قايل انا قرايبكم. كلمه اوجهها رئيس الوزراء، اوجهها رئيس البرلمان، اوجهها الفؤاد معصوم، اطالب باعدامكم اشر اعدام. ايش قد لوعتوا ابني؟ ايش قد اذيتوا ابني؟ شلون قطعتوا ابني؟ شلون نفسكم طاوعتكم على هذا الطفل البريء عمره 25 سنة؟ يسوى روسكم، يسوى روسكم 25 سنة ولد صايم مصلي ما يطلع من البيت الا على وضوء، يطيح بيديك. ليش 25؟ 25 سنة عنده طفلين يتمتوهم او يتمتونه. اخذتوا شمعة بيتنا، شمعة بيتنا اخذتوها على موت سيارة، سيارة تقولوا كان اخذتوا بيوتنا. عمي لو جايين علينا وقايلين نطونا بيوتكم نطيكم بيوتنا ولا ماخذين حمودي. ليش ليش لك ليش؟ وين هاي بالدنيا ذل وبالآخرة؟ والله عيوننا ما تنام الليل. وبالآخرة في جهنم خالدين. شلون راح تقابلون ربكم؟ بيا وجهة تقابلون ربكم؟ شو تقولوا له؟ شو تقولوا له؟ تقولوا له سيارة تقضون بها ليلة حمراء بالملاهي؟ سيارة؟ لك ليش؟ ليش ايش ليش؟ ما حسبتوا؟ لك أنت عندك خمس جهال أنت. لك أنت عندك خمس جهال. ما فكرت جهالك، ما قلت هذول جهالي شلون، ما قلت جهاله شلون 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 طاوعتكم نفسكم. اولاد الحرام، بريء الاسلام منكم، بريء المذهب منكم، لعنة الله عليكم، لعنة الله عليكم، لعنة الله عليكم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل عليكم. انتم قاعدين يم حارين بي ما تقدرون تطلعون خانتكم بختو وطيبه، خانتكم ابن حلال طيبته شريف ومحبه رب العالمين. لك تدري انت من كتلته؟ حمودي على طهاره على وضوء، على طهاره على وضوء، والله ما يطلع من البيت الا اتجاه المجرمين اللي قاموا بفعلتهم البشعة اللي من خلالها قاموا بقتل المجنع علي محمد ناجي كريم الشمري ومحمد الطيار. مشاهدينا الكرام، يعجز اللسان عن وصف الكلمات والعبارات اللي راح أوجهها لكم، انتظرونا بعد هذا الفاصل. بريء الإسلام منكم، بريء المذهب منكم.
مشاهدينا الكرام، شفتوا أفراد العصابة ومجريات التحقيق والأقوال والإفادات المصدقة قضائيا بأنه أفراد العصابة واحد من عندهم موظف والبقية كسبة، فيقدرون يكسبون لقمة عيشهم بتعب جبين. بس بالمقابل ما فكروا هذا التفكير وانحرفوا إلى طريق الإجرام وطريق الشر، والنهاية معروفة. نصيحة نقدمها لكل شاب عراقي بأنه لا يندرج ولا يستدرج من قبل المجاميع والعصابات الإرهابية حتى وإن كان في عوز مالي. أتمنى من كل شبابنا أن يحذون حذو أقرانهم الآخرين في الدفاع عن عراقنا الحبيب والحصول على رزق ولقمة حلال في عرق جديد. أقوياء. وصلنا وياكم مشاهدينا الكرام لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الكاشف. الشكر موصول إلى ضباط ومنتسبي منظومة استخبارات شرطة الاتحادية وخصوصا اللواء الخامس واللواء الرابع. انتظرونا بحلقات أخرى من برنامجكم الكاشف. أو دعنا الكاشف.